واجه بفنه العنصرية غيرت طريقة التي يعامل بها ذو البشرة السوداء في الولايات المتحدة. أدى فنه إلى بدء المعارك ضد التمييز العنصري، وبالتالي إلى ظهور حركة الحقوق المدنية. كان مغنياً وفناناً سينمائياً مبدعاً صدم العالم الموسيقي بصوت جديد. حلم الآلاف من المراهقين الأمريكيين بتصفيفة شعره، وحسده آلاف آخرون بسبب شعبيته لدى الفتيات. عن إلفيس بريسلي نتحدث. في 8 يناير عام 1935 ولد إلفيس بريسلي بمنزل والديه المكون من غرفتين في إيست توبلو ميسيسيبي، بعد حوالي 35 دقيقة من ميلاد شقيقه التوأم جيسي غيرن الذي ولد ميتا. نشأ إلفيس وهو طفل وحيد في أسرة فقيرة. عمل والده فيرنون في سلسلة من الأعمال الحرفية، وفي عام 1938 حكم على والده بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة تزوير شيك بقيمة 4 دولارات، وأمضى أقل من عام خلف القضبان. في عام 1948 انتقلت عائلة بريسلي من توبلو إلى ممفيس بحثاً عن فرص أفضل للحياة. هناك التحق إلفيس بمدرسة هيومز الثانوية حيث رسب في فصل الموسيقى. تخرج عام 1953 ليصبح أول فرد في عائلته يحصل على شهادة الدراسة الثانوية. بعد التخرج عمل في متجر ميكانيكي وقاد شاحنة قبل أن يبدأ مسيرته الموسيقية بتسجيل أغنية That's Alright في يوليو عام 1954. That's alright, mama. That's alright for you. That's alright, mama. عندما كان عمره 22 عاما اشترى إلفيس غريسلاند عام 1957 قصر ممفيس بقيمة تزيد عن 100,000 دولار. يقع القصر على مساحة 14 فدانا تقريبا، وقد تم بناؤه عام 1939 من قبل الدكتور توماس مور على أرض كانت ذات يوم جزءا من مزرعة مساحتها 500 فدان، يطلق عليها اسم غريسلاند تكريما لابنة المالك الأصلي غريس. عرف منزل عائلة مور ذو الأعمدة البيضاء باسم غريسلاند، وعندما اشترى إلفيس المكان احتفظ بالاسم وأجرى عدداً من التحديثات على العقار على مر السنين، بما في ذلك إضافة بوابات دخول حديدية ذوات طابع موسيقي وغرفة غابة مع شلال داخلي ومبنى لكرة الميدروب. بعد أن اكتشف إلفيس أن الرئيس ليندن جونسون استمتع بمشاهدة البرامج الإخبارية الثلاثة في وقت واحد، استلهم فكرة تركيب جدار من أجهزة التلفاز المدمجة في منزله. العقيد توم باركر، وهو رجل أعمال موسيقي، صنع نجوماً مثل إيدي أرنولد وهانك سنو. استلم إدارة بريسلي ورتب لبيع كتالوج أغاني بريسلي وعقد التسجيل للشركات الكبرى في مدينة نيويورك. حصلت شركة سن على 35,000 دولار، وحصل إلفيس على 5,000 دولار. بدأ التسجيل في استوديوهات RCA في ناشفيل تينيسي مع مجموعة أكبر من الموسيقيين، ومن بينهم مور وبلاك وفونتانا، وبدأ في خلق ضجة كبيرة على المستوى الوطني من خلال سلسلة من الأغاني الناجحة Heartbreak Hotel، Don't Be Cruel، و Love Me Tender عام 1956، و All Shook Up عام 1957.
منذ عام 1956 حتى عام 1958 سيطر بشكل كامل على قوائم موسيقى البوب، ودخل عصر الروك أند رول، وفتح الأبواب أمام فنانين الروك البيض والسود. لقاءاته التلفزيونية، وخاصة تلك التي عرضت في برنامج إيد سوليفان الذي نسق باركر ليظهر في برنامجه المنوع مقابل مبلغ قدره 50,000 دولار، سجلت لقاءاته أرقاما قياسية لحجم الجماهير، وصلت إلى 60 مليون مشاهد. في بادئ الأمر كان سوليفان يرفض بشدة ظهور إلفيس معه في برنامجه الموجه إلى العوائل الذين كانوا في قلق من أن موسيقى الروك ستفسد المراهقين الأمريكيين، لكن سوليفان أخبر الجمهور إن إلفيس كان فتى محترما ولطيفا حقا، وأخبره بأنه لم يحظى أبدا بتجربة ممتعة كهذه. We want to say that we've never had a pleasanter experience on our show with a big name than we've had with you. You're thoroughly all right. So now, let's have a tremendous hand for a very nice. لم يكن إلفيس محبوبا من قبل الجميع. بعض السود كانوا يصفونه بأنه عنصري، وبعض البيض كانوا ضده بسبب اندماجه في مجتمع السود وتأثره بهم وبثقافتهم. وفي عام 1994 أجرى المطرب راي تشارلز مقابلة مع شبكة NBC وانتقد إلفيس بريسلي بشدة، مضيفا أن أقول أن إلفيس كان عظيما ومتميزا للغاية وكأنه الملك. ملك ماذا؟ أعرف عددا كبيرا جدا من الفنانين الذين هم أعظم بكثير، مغنون مثل نات كينج كول الذي تعرض للاعتداء من قبل الجماهير البيض بسبب أدائه موسيقى الروك، بينما تلقى إلفيس إشادة واسعة النطاق، وأضاف قائلا: لقد كان يعزف موسيقانا، إذا ما الذي من المفترض أن أكون متحمسا له بحق الجحيم؟ But I think all this stuff about saying he's the king and he's the bunk. Sorry. بالنسبة للبعض، كان بريسلي نسرا ثقافيا محظوظا، صنع اسمه من خلال تقليد حركات الفنانين السود وتغطية أغانيهم. استفاد بريسلي بحكم بشرته البيضاء بطرق لم يتمكن منشئو موسيقى الروك السود من تحقيقها مطلقا، لذا كان يطلق عليه لقب الملك. قال عازف الجيتار والمغني بيبي كينج عن إنتاج بريسلي: تطور بريسلي بدأ يلفت الأنظار، كان لديه كل شيء، المظهر والموهبة. وعلى مر السنين كان كينج يدافع عن صديقه من اتهامه بالسرقة الثقافية. قال كينج في مقابلة عام 2010: الموسيقى مملوكة للكون كله، إنها لا تقتصر على الرجل الأسود أو الرجل الأبيض أو أي لون آخر. وفي سيرته الذاتية التي صدرت عام 1996 تحت عنوان Blues All Around Me، كتب بيبي كينج: إلفيس لم يسرق أي موسيقى من أي شخص، لقد كان لديه تفسيره الخاص للموسيقى التي نشأ عليها، وينطبق الشيء نفسه على الجميع. واعتقد أن إلفيس كان يتمتع بالنزاهة. أصبح بريسلي معبود المراهقين، وتم ترحيب به في كل مكان بحشود من الفتيات. وعندما أعلن في أوائل عام 1958 أنه قد تم تجنيده وسيدخل الجيش الأمريكي، كان ذلك الحدث الأكثر ندرة من بين جميع أحداث الثقافة الشعبية. كانت لحظة حزن حقيقي. ألهم إلفيس آلاف الموسيقيين،
في البداية أولئك الجنوبيون ذو التفكير المماثل إلى حد ما، بدءاً من جيري لي لويس وكارل بيركنز وما دونهم الذين كانوا الجيل الأول من موسيقى روكابليز. قال عنه بعض النقاد أنه لعنة، وكان أسلوبه المسرحي الراقص وصوته اللاهث فاحشاً. أدانه العنصريون لخلطه موسيقى السود مع الموسيقى البيضاء، وكان بريسلي دائماً دقيقاً في نسب الفضل إلى مصادره من السود، الأمر الذي جعله مختلفاً عن الآخرين. أضف إلى ذلك تبرعه بالمال للجمعية الوطنية لتنمية ذوي البشرة السوداء وغيرها من منظمات الحقوق المدنية. لقد أشاد علناً بالموسيقيين السود وعمل السود الذين واجههم باحترام. أدى صعود بريسلي إلى الاهتمام الوطني عام 1956 إلى تحويل مجال الموسيقى الشعبية. كان له تأثير كبير على الثقافة الشعبية بصفته المحفز للثورة الثقافية التي كانت عبارة عن موسيقى الروك أند رول. لم يكن له دور مركزي في تعريفها كنوع موسيقي فحسب، بل في جعلها محكا لثقافة الشباب والمواقف المتمردة مع وصولها المختلطة عرقيا، كما وسهل احتلال موسيقى الروك أند رول لموقع مركزي في الثقافة الأمريكية السائدة، وجعلها أكثر قبولا وتقديرا لثقافة السود. قال الملحن وقائد الأوركسترا الأمريكي لينارد بيرنستاين: إلفيس بريسلي هو أعظم قوة ثقافية في القرن العشرين. لقد قدم الإيقاع إلى كل شيء وغير كل شيء، الموسيقى واللغة والأزياء. في عام 1959 أثناء تواجده في ألمانيا الغربية خدم كجندي بدلاً من الانضمام إلى قسم الترفيه في الخدمات الخاصة. التقى بريسلي بريزيلا بيليو التي كانت تبلغ من العمر 14 عاماً في ذلك الوقت، وبريسلي 24 عاماً، وبدأت حينها علاقة رومانسية استمرت بعد عودة بريسلي إلى الولايات المتحدة عام 1960. وعندما استأنف مسيرته الموسيقية توقع أولئك الذين اعتبروه ضجيجاً تجارياً بلا موهبة أن يتلاشى، وبدلاً من ذلك استمر في الحصول على نتائج تسجيلاته قبل دخوله للجيش. استمر بريسلي من حيث توقف وأنتج أكثر من 30 فيلماً، من بلو هاواي عام 1961 إلى تشينج أوف هابت عام 1969، حيث جعلته الأفلام والتسجيلات معاً رجلاً ثرياً. لكن بحلول عام 1968 تجاوزت التغييرات في عالم الموسيقى بريسلي، حيث انخفض إجمالي المبيعات القياسية. في ديسمبر تم بث برنامج تلفزيوني خاص عن جولة في موسيقى الروك أند رول والإيقاع والبلوز، وقد استعاد بريسلي حينها الكثير من مصداقيته المتبددة. في عام 1969 أصدر أغنية لا علاقة لها بالفيلم بعنوان عقول مشبوهة، احتلت المركز الأول، وبدأ أيضاً في إقامة الحفلات الموسيقية مرة أخرى، وسرعان ما استعاد عدداً كبيراً من جمهوره. في عام 1967 تزوج من بريزيلا بيليو، وفي العام التالي أصبح والداً بولادة ابنتهما ليزا ماري بريسلي. انفصل إلفيس بريسلي وبريزيلا في نهاية المطاف عام 1973 لأنه كان على علاقة بأخريات، وذكرت بريزيلا في فيلم وثائقي عن قصتهما
أن استخدام إلفيس للحبوب الطبية زاد أثناء الانفصال والطلاق، وأوضحت أن إلفيس بدأ أيضاً في الاعتماد على الأدوية الموصوفة عندما أصبح أكثر انشغالاً بجدول أعماله، مؤكدة بأن معاناته قد تفاقمت من أجل النوم بشكل خطير، وأصبح اعتماده على الحبوب للتخلص من كآبته وأعطائه الطاقة اللازمة للقيام بعمله. لقد كان بريسلي في هذه الفترة يفتقر إلى الطموح والقوة اللذين ميزا أعماله المبكرة، ولم يعد بريسلي يصنع المزيد من الأفلام على الرغم من وجود فيلم موسيقي جيد بعنوان إلفيس في جولة عام 1972. كانت تسجيلاته ذات جودة متفاوتة، وكل ألبوم كان يتضمن أغنية أو اثنتين تحتويان على التركيز والطاقة. كان من الصعب الحصول على الأغاني الناجحة، إذ كانت أغنية Suspicious Minds هي آخر أغانيه التي احتلت المركز الأول، وكانت أغنية Burning Love عام 1972 آخر أغانيه العشرة الأولى، ولكن بفضل الحفلات الموسيقية ظل يكسب أموالاً طائلة. طور بريسلي أيضاً أسلوب حياة مختلف، حيث أنه كان محاطاً بالمتملقين ومجموعة متنوعة من الأدوية الموصوفة. تدهورت عروضه في العامين الأخيرين من حياته، وتوقفت مسيرته في التسجيل فعلياً. لم يبدو بريسلي أبداً واثقاً من مكانته، ولم يكن متأكداً تماماً من أنه لن ينهار مرة أخرى في الفقر، ونتيجة لذلك أصبح عاجزاً عن الحركة. الرجل الذي خاطر بكل شيء ليحقق النجاح عاش العزلة. I was a child, ladies and gentlemen. I was a dreamer. I read comic books and I was the hero of the comic book. I saw movies and I was the hero in the movie. So every dream that I ever dreamed has come true 100 times. في صيف عام 1977، في الليلة التي سبقت بدأت جولة موسيقية أخرى، توفي بنوبة قلبية ناجمة إلى حد كبير عن تعاطي المخدرات. كان عمره حينها 42 عاماً. فور سماع نبأ وفاته، تجمع المشيعون من جميع أنحاء العالم في غريسلاند لتوديع الصبي الفقير الذي عاش الحلم الأمريكي. لم يتوقف هذا الحداد أبداً، إذ تظل غريسلاند واحدة من أفضل مناطق الجذب السياحي في البلاد، حيث تتوافد الحشود في شهر أغسطس من كل عام إلى غريسلاند التي افتتحت لأول مرة للجمهور عام 1982 تحت إشراف بريسيلا بريسلي لتكريمه ليس في ذكرى ميلاده بل في ذكرى وفاته، حيث يتدفق نحو 600 ألف زائر هناك كل عام. أما ميراثه أصبح من نصيب حفيداته. ورثت الطفلة الوحيدة لإلفيس ليزا ماري بريسلي غريسلاند عام 1993 عندما بلغت 25 عاما. عند وفاة ليزا ماري بريسلي في يناير عام 2023 انتقلت حينها غريسلاند إلى ملكية بنات ليزا ماري الثلاث. ظهرت شائعات مفادها أنه لم يمت حقا، وأن وفاته كانت مزيفة تهدف إلى تحريره من الشهرة. منذ عام 1977 كانت هناك العديد من المشاهدات المزعومة لبريسلي، ونظرية مؤامرة طويلة الأمد بين بعض المعجبين مفادها أنه زيف وفاته. كما وكانت هناك تناقضات مزعومة في شهادة الوفاة، وتقارير عن وجود دمية شمعية في نعشه الأصلي، وتقارير أخرى عن تخطيط بريسلي لتحويل مساره حتى يتمكن من التقاعد بسلام.
في عام 2006 أصبح جورج دبليو بوش أول رئيس أمريكي يزور غريسلاند، عندما سافر إلى هنا مع رئيس الوزراء الياباني جوني كيرو كويزومي الذي كان من أشد المعجبين بإلفيس. في عامي 2015 و2016 صدر ألبومان يضعان غناء بريسلي في مواجهة موسيقى الأوركسترا في الهارمونيك الملكية، هما If I Can Dream و The Wonder of You، وكلاهما وصلا إلى المركز الأول في المملكة المتحدة، مما منحه هذا رقما قياسيا جديدا. ولم يكن هذا كل شيء. في عام 2018 منح الرئيس دونالد ترامب بريسلي وسام الحرية الرئاسي بعد وفاته، واعتبارا من عام 2023 خصصت جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية لبريسلي 146 مليون و500 ألف لمبيعات ألبومات معتمدة في الولايات المتحدة، وهو الثالث على الإطلاق بعد فرقة بيتلز. حصل بريسلي على 197 جائزة لشهادة الألبوم، بما في ذلك جائزة ماسية واحدة. كان لبريسلي الكثير من الأعمال الوطنية والخيرية كشراء اليخت الرئاسي الخاص بفرانكلين روزفلت عام 1964، حيث دفع حوالي 55 ألف دولار لشراء السفينة بوتوميك، وهي السفينة التي يبلغ طولها 165 قدما، والتي كانت بمثابة البيت الأبيض العائم لفرانكلين روزفلت منذ عام 1936 وحتى عام 1945. تم تشييد السفينة عام 1934، وكانت في الأصل سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي. وبعد وفاة الرئيس عام 1945 تم إخراج السفينة من الخدمة، سرعان ما تبرع بها بريسلي إلى مستشفى سانت جود للأطفال، والتي بدورها باعت السفينة لجمع المال. في عام 1980 تمت مصادرة سفينة بوتوميك التي كان يستخدمها مهربو المخدرات في سان فرانسيسكو من قبل الجمارك الأمريكية، وتم ترميمها لاحقاً وفتحها للجمهور. كان تبرع إلفيس باليخت أحد الأعمال الخيرية العديدة التي قام بها خلال حياته، بالإضافة إلى التبرع بالسيارات والمجوهرات والنقود للأصدقاء والغرباء. قام بعدد من الحفلات الموسيقية، أحد هذه العروض كانت في عام 1961، حيث حصد أكثر من 50 ألف دولار من أجل استكمال نصبي USS أريزونا التذكاري في هاواي. كان العمل في المشروع تكريماً لأكثر من 1200 رجل لقوا حتفهم على متن سفينة USS أريزونا خلال هجوم بيرل هاربر عام 1941. كان المشروع قد بدأ قبل سنوات ثم توقف بسبب نقص الأموال، وساعد حفل إلفيس الذي تراوحت أسعار تذاكره من 3 دولارات إلى 100 دولار في تنشيط جهود جمع الأموال من أجل النصب التذكاري، وتم تخصيص الأموال للمشروع في العام التالي. بغض النظر إذا تم تصنيفه في صناعة الموسيقى على أنه المغني الأكثر موهبة أو أفضل عازف جيتار وكاتب أغاني موهوب، فقد أصبح الملك لأنه اجتذب أكبر عدد من الجماهير وأكثرها حماسة. عند وفاة بريسلي أدلى الرئيس جيمي كارتر بياناً قيم فيه تأثير إلفيس على ثقافة الأمة، لأن إلفيس بفنه وبشخصيته دمج الأسلوب الريفي الأبيض والإيقاع الأسود والبلوز، وغير بشكل عام شكل الثقافة الشعبية الأمريكية، كما وصفه قائلاً بأنه كان رمز بلاده للحيوية والتمرد وروح الدعابة للعالم أجمع.
أشهر أقوال إلفيس هي: لا تنتقد ما لا تفهمه، لأنك لن تستطيع أبدا أن تكون في مكانة من تنتقد. إلى اللقاء في حلقة مقبلة.